طيب هلا شباب نكمل الجزء الثاني من هذه المحاضرة عن الانفورمد سيرش. شفتوا كيف الهيورستيك فانكشنز؟ ها فكرة الهيورستيك فانكشنز كل اليوم شفتوا اللي غير المجرى، يعني وقارنوا الالجوريثمز اللي شفناها اليوم على الالجوريثم القديمة انه فيها ايش؟ فيها ايش؟ فيها هيورستيكس، دخلنا هيورستيك فانكشن صح؟ هلا انتم شفتوا انه الهيورستيك فانكشن طوالي حكت عبير ستريت لاين ديستانس. طيب هلا انا بقدر ادخل لي يعمل لي هيورستيك فانكشن ل لعبه الايت بازل. تعرفوها؟ هاي بورجيكم اياها بسرعه بس وانا برجع. شايفينها؟ ها شايفينها؟ شايفينها بس بلاش بدي انا اخلي الكمبيوتر اللي يصفتهم. ايش حسب كفاويا يعني؟ ترتيب الاول الموقع الاول والثاني الموقع الثاني والثالث موقع شكل احداثيات. كيف؟ انا عنده هيورستيك فانكشن هو اقل عدد من الحركات اللي بسويها. كيف يعني؟ يعني انا بموقع كيف اساوي؟ كيف احسب هاي؟ اقل عدد موقع من الحركه بتعرف الموقع شو لازم يجي فيه او شيء يعني معروف في واحد لازم كواحد في اثنين لازم كاثنين هني واحد اثنين ثلاثة يعني للتسعة واحدة فاضية عشان هاي اللي كنا نحركهم نشوف اي واحد اقرب بيوصلني لاقرب رقم قريب على اللي موقعه المفروض اللي اكون فيه كمان مرة يعني انا في سبعة مثلا بس لقيت ستة باخذ الستة أربع حركات لقيت خمسة ببعد عن خمسة مثلا ديام شاركتناش اليوم ديام يلا ناخذ انه الواحد من حركه واحده على الاقل كيف؟ الواحد على الاقل راح يتحرك حركه واحده لا انا 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 هي انا عندي اياها مخربشه هلا كيف انا بدي ارتبها؟ يعني بتبلش صفر واحد اثنين صح؟ بس بلش صفر واحد اثنين صفر حسب المثال اللي اخذنا اياه بالمحاضره اللي قبل صفر واحد اثنين حسب ما اذكر حلوة الحركة صفر هاي صورة كتاب الـ AI هات نفكر مع بعض يا هاي عندي مخربشي وانا عندي هدا اوصل لها الجول هاي الجول بيكون صفر فراغ مزبوط اروح بيكون فراغ طيب بشوف اني الموجوده في موقعها مثلا اني الموجوده في موقعها صحيح موقعها الصحيح هو دي اقرب وحده على وحدة. لا هذا أربعة هاي المخربشات هون هاي المخربشات هون هاي ستارت وهاي هنا الجول ترى وش بطلع على الفاضيه بشوف شو حواليها بختار يمكن الاقل عشان اتحرك فيها بدي فانكشن انا بدي فانكشن بدي هيورستيك فانكشن بختار اقرب واحد للجول مش بختار بدي هيورستيك فانكشن كل واحد هيورستيك فانكشن يعني انا اخر كل واحد منهم لازم ياخذ قيمه صح؟ طبعا يعني هاي جيت هيك بصير في يعني في قيمه معينه هيك في قيمه هيك في قيمه بنقسمها 3 ليفلز والارقام لازم يكونوا فوق كيف؟ اعطيني فانكشن يعني منى بدنا افكار الفانكشنز عبير طلع لهم اياها يلا انت عملتي اول واحد مش عارفه قاعده بفكر انه قديش الرقم بينه وبين المحل اللي بده يقعد فيه بالطول وبالعرض قديش ايش؟ قديش بين رقم قديش عدد الحركات بين رقم سبعه بقدر احسب حساب؟ مثلا الواحد عشان يسوي معناته قديش بده حركه يعني رقم يعني سبعة يعني انجاز التعبير قصدك تقولي كم بالضبط
هذا الرقم لاحظي هذا وين لازم يكون؟ وين لازم يكون؟ لازم يبقى هون. نعرف هذا. هلا كم حركة بتلزم عشان يوصل مخلهم؟ بغض النظر نفترض انها فاضية. افترض انها هذول انها فاضية هذول مش موجودات يعني ازيحة هين هين هذين هين. بالضبط. مثلا أربعة مثلا. مثلا. باخذ أقل واحدة. إذا زحتها هيك هيك خسرت ثلاث حركات. واحد اثنين ثلاث. مش مشكلة يعني طيب. كم أبعد إشي كل واحد عن موقعها. مع عدد من الحركات غيره أو عدد من المواقع. غيره في أفكار ثانية؟ وشو استفاد؟ بدي فانكش. ما استفدتش بس أنا بدي. بدي فانكش. بدي أبلش يعني. ولا كيف ألعب؟ أقعد أجرب بدي أعمل ألغوريثم وأعطي لي هيوريستيك فانكش نفس الألغوريثمز اللي استعملناها قبل شوي. ها؟ بعدين أنا الفاضية بعرف وينها. طيب بدي أشوف أي رقم من الأرقام الموجودين عندي القريبة للفاضية وبتقعد محلها. أصغر رقم لازم يكون يعني بالمنطقة الفاضية. يعني أنا هون بقدر أحط يا اثنين يا ستة يا ثلاثة يا خمسة. لحظة بس أقول لك شغلة. أنت هون هاي كلها ستيت واحدة. أنا رأيي كيف تفكروا إنه لو أي حركة بعملها يعني هذا الوضع تاع اللعبة كلها اعطوه رقم. طيب هو احنا حكينا على المحاضرة اعطوه رقم. هلا اذا زحت هاي هون بتصير ستيت ثانية كلها ستيت ثانية بعطيك كل شيء رقم. مزبوط. يعني هلا حال الابتدائي اللي نشي الستيت اللي هو 7 مثلا 0 كإحداثي 7 0 و2 1 صح مزبوط هذا هاي بنعطيها رقم بالاخر. مزبوط. واذا وبعدين اذا غيرت اي شيء فيها بصير في ستيت ثاني. بدك تغير مره واحده في كل مره. طب ايش هو الحركه؟ لا هو مش في كل مره. ذكروا بروبلم فورميوليشن. ذكروا في المحاضره الماضيه عملنا فورميوليشن للمشكله انه هاي ستيت. مزبوط. هلا انا اذا غيرت لعبت هاي هون مثلا صار كلها ستيت ثاني. بعدين ممكن انزل الاربعه لتحت صارت ستيت ثالثه. هلا ستيت الاولى لها رقم، ستيت الثانيه لها رقم، ستيت الثالثه لها رقم. مزبوط. شو هذا الرقم؟ في فكرتين. نمبر اوف مس بليسد تيلز. نمبر اوف مس بليسد اللي مش في مكانهم. هاي عباره عن هيوريستيك فانكشن. في واحد ثاني المانهاتن ديستانس اللي هي توتال نمبر اوف سكويرز فروم ديزايرد لوكيشن اوف ايتش تير. يعني زي ما حكت عبير انه قديش بدي احركها عشان تصير نمبر اوف سكويرز فروم ديزيرد لوكيشن اوف ايتش تير قديش حركه وكانها قديش حركه او قديش مربع بعيده عن محلها الاصلي. يعني بلعب هاي اول شيء بهذا الوضع قديش هاي قديش هذا الرقم في مكانه مش بليز مش في مكانه كلهم مش قديش 8 وهاي اتش تي ني شريها يعني كل واحد كل واحد تحسب زائد الواحد قديش بعيد عن مكانه مربع واحد أربعة ثلاثة أربعة لا لا الواحد ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة هاي فاضي والاثنين كديش بعيد عن مكانها ستة زيرو واحد والثلاثة كديش بعيد عن مكانها اللي هي لازم اثنين وإيكوال كده 18 عدد الحركات يعني بجمعين يعني أو عدد المربع كيف صارت إتش واحد 8 إتش واحد كلهم عدد لا إتش واحد ما لهاش علاقة بإتش اثنين عدد الأرقام أول إشي لحظة انا بقول لك هون في فكرتين لا كومبليتلي ديفرنت هيوريستيك فانكشنز بجوز واحد منكم يطلع ايش هيوريستيك فانكشن ثالث ورابع وخامس وسادس الشطاره انك تطلع هيوريستيك فانكشن بعدين استعمل الالجوريثم بالمناسبه يعني بتصير تساوي شيء وتحسب القيمه قديش صارت قديش انت بعيد عن الهدف لما كل ما قال طبعا هاي استيميشن هاي استيميشن المشكله انه لما بكون في عندي هيوريستيك فانكشنز كثير كيف اختار بينها شو
الكريتيريا لما الاتش تكون قريبة على الحقيقة مش حكينا هيك؟ اه بس مش بعرفني استميت نعرفش نجرب لا طلع شو الثيوري بتكون انه اذا اتش اثنين سوري اذا اتش اثنين اكبر او تساوي اتش واحد يعني مجموعة الحركات بتحرك اكبر من عدد الارقام كيف صار يعني دائما اتش اثنين دائما اكبر هذا 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 في المثال هذاك بالبازل انا بحكي هذا بالبازل انا بحكي بشكل عام بشكل عام بس هاي مثال لازم نطبق عليها ما هي لك واصل كبرى بتساوي وهي دائما كبرى بتساوي ف بكون انو الدومينيتس اتش 2 دائما بكون اتش 2 احسن ليش هو ليش بيضمن ليش ليش انه اتش 2 حاولوا تفهموا مش حاولوا تقراوا ليش اتش دائما لما الكي اللي لما بعمل عد كل واحد هلا منا بيطلع بهيورستيك فانكشن اللي بيطلع قيم اعلى الفاليو تبعته بتطلع اعلى استعملوه لانه بيكون هو ديمونيتس دي اذر وان شو معناته انه اعلى لانه في اعتبارات انه it is generate it is guaranteed to expand less nodes لانه حساباته اكثر لانه حساباته اكثر لانه حاسب بدقه اعلى يعني الارقام أوكي. يعني انت تعمل جنريت ليس يعني لما تعمل اكسبانشن في ال في الالجوريثم بده تحملها اقل مش اكثر لا انت حاسب اقل نود اقل نود وحسبتها هاتوا بس نشوف مثال على الاتريتيف ديبينج سيرش الجوريثم اذا عندي انا دي 12 شو الدي ديبث 12 كم عندهم نود بيطلع عندي 3 ملايين وكذا هلا اذا اتش عندي اذا عندي اتش واحد كم 227 نود والاتش 2 73 نود يعني اتش 1 اكبر من اتش 2 اتش 1 اكبر من اتش 2 اتش 2 اكبر يعني اتش 1 اتش 2 مش اتش 2 اكبر اتش 2 اكبر نودز هاي نودز هاي نودز مش كالكوليشن متذكر طيب هلا اذا عندي دي 24 ديبث 24 ها قديش الانو الاكبر اتش 1 اكبر هون اتش 1 اكبر نودز نودز طيب هلا ما خلصناش وات تو دو اف وي هاف عده هيورستيك فانكشنز بس فيش ولا واحد منهم ديمونيتس ذا اذر وان كيف لما واحد يطلع اكبر من الثاني ولا يعني كلهم زي بعض ببعض خليهم عادي كيف نجمعهم كلهم ممكن نجمعهم ندوش انا بقول لك خذ ايش ماكسيمم رجعنا لواحد كبير وواحد صغير يعني كيف؟ رجعنا لواحد كبير وواحد صغير بس طلع لو جيت دي كتلة انا بدي اعمل فانكشن ثالث منهم فانكشن ثالث شو بيساوي الفانكشن الثالث؟ مجموع يعني انا لو جيت هون هون وكنت فانكشن 3 ايكوال h1 زائد h2 كل مرة واحسبهم الاثنين بهذا الوضع شو انو ابو حيكون افضل؟ مش 3 طب لحظة شوي ال 18 هاي السلايد اللي قبلها عدد نودز لا عدد حركات عدد حركات طيب بس لا 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 ما ننتبه برضه انه هذا مش او مش اوبتيمال هذا الكلام لانه اصلا احنا بنحكي قديش بعيد قديش سكوير بعيد عنه سوري مش عدد حركات انت بتفترضي انه هاي مش موجود يعني انا كنت هاي الواحد بعيد قديش اربعه باربعه كيف لو بدي ازيح هاي هون وازيح هاي هون بعدين هاي هيك هيك يعني مش عدد حركات قديش بعيد سكوير عنها
طيب بس مش عدد نودز. بس هي مش عدد موفز. اه بس مش عدد نودز. عدد نودز يعني ال 18 هاي بتساوي النود هي الستيت. النود هاي ستيت. النود لما احنا في السيرت شو يعني النود؟ حالة كل حالة البورد كله حالة اللوحة كلها هاي الستيت قصدي فيها هاي النود قصدي فيها. طيب السلايد اللي بعديها لما دي 12 A دوت H واحد تساوي 227 نودز و A دوت H اثنين تساوي 73 نودز. أنا مش فاهم هذا الرقم يعني شو. لا 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 كيف H واحد و H اثنين هما نفسهم اللي كانوا قبل شوي بالسلايد الثاني الأولى 18. لا لا مش نودز مش لا هو بس تحكي لك انه بما انه اتش 2 اكبر من اتش 1 فسما بحكي انه بيعمل اكسباند للنودز عشان بحكي لك انه بما انه اتش 1 اقل من اتش 2 فعمل اكسباند للنود كثير اتش 2 بما انه اكبر عمل اكسباند على النودز اكثر بس عشان الاتش الاتش لهاي هذا اتش 1 لو اتبعنا اتش 1 بيطلع عدد النودز اللي بنعملها اكسبانشن اكبر. فهمت علي هذا البكس دو دكتور معلش على اتش 1 هاي اتش 1 اللي هي اللي هي نمبر اوف مس بليس تايتلز نفسها يعني شو نفسها انت بتحكي هذا مثال ما بتطبقش عليه هلا لما خلت من انه 12 كيف 12 الارقام اتش 1 هاي ايش هاي 9 لا هاي 8 ثمانية ثمانية لو انها 12 بورد في 12 ولو انها 24 فهمت علي؟ بس دكتور ترجع للسلايد اللي بعده هلا AH1 227 نودز و AH2 73 احنا بنحكي انه ال H2 اقل كمان مرة وين؟ هون؟ عند الدي 12 هني الاكبر هاي اكبر شو؟ ال H2 اكبر خربشته بعيد هون بعيد من هون فكرت اني فكرتكم مسكتوها H2 is better لانه ايش اكبر في شو قيمته اللي اكبر مش عدد نودز مش الاكسباندد نودز عشان اثبت لك هذا الكلام حسبت لك عدد النودز اللي بتطلع فعلا طلع هذا جنريت ليست نودز فهمت علي؟ القيمة اللي أكبر مش النوتس القيمة اللي أكبر واضحة؟ فهون شو كنا؟ نأخذ من إيش؟ الماكسيم أو نعمل إشي ثالث هيورستيك ثالث نجمع التنين لا لا هاي فكرة فكرة يعني فكرة إيه اللي سوي لك إياه أهم شيء الفكرة إنه الماكسيم إنه المفروض يعمل جنريت ليست نوتس شفتوا كيف؟ فكرة الهيورستيكس هي اللي لازم تلقطوها هي لازم تركزوا عليها هلا كيف الواحد يطلع بافكار لهيوريستيك فانكشنز هاي عاد مش عارف كيف اقدر ارسمها في شيء طريقه لو في طريقه كان كومن سنس كومن سنس بس في توصيات انجاز التعبير اعمل ريلاكسيشن للمشكله يعني زي هون احنا شو عملنا من ريلاكسيشن افترضنا انه هاي بتقدر تنط من هون لهون صح يعني اعمل مرات ريلاكسيشن للمشكله هي يعني كيم ريستريكشنز كيم ريستريكشنز يعني هذا هو فيش شيء ينحكى هون بصراحه فيش شيء ينحكى يعني ما فيش قواعد فيش قاعده فيش قاعده لو في قاعده كانت تحل المشاكل كلها فيش قاعده لان عمليات السيرش تختلف عن بعض هون بازل هناك عد مصاري هناك تمشي في الشارع هناك تعمل البورد هلا بنشوف كمان شوي شيء ثاني طيب تراي تو ريلاكس ذا بروبلم فروم ويتش ذا اوبتيمال سوليوشن كان بي ولين فروم اكسبيرينس انت قد ما بتعمل هيورستيك فانكشنز بصير احسن انا هذا اللي بقدر اقوله الكتاب على فكره في عنده كم من صفحه بحاول يقول انه في ممكن اوتوماتيكلي انا ما بامنش في هاي الشغله انه اوتوماتيكلي تعمل جنريت لا يعني انت تعمل برنامج هو بيعمل جنريت لهيورستيك فانكشنز هذا كله كلام طيب هلا لحد الان
ما فكرنا احنا في عملية السيرج. لاحظوا انه احنا هون وين الذكاء احنا اللي قاعدين نسوي فيه؟ لا لا يعني ذكاء انك الكمبيوتر بيقدر يروح من كلك روح من هون هناك هناك ووديك على البيست ايسترن، او الكمبيوتر بيقدر العاد يلعب البازل، او الذكاء كيف اجى في عملية السيرج. وانت عملية زي اللي بحسن عملية السيرج بهيورستيك فانكشنز، مزبوط؟ هلا لاحظوا انه لحد الان مزبوط فعلا بنحل مشاكل ضخمة جدا جدا في عمليات السيرج. كثير في اشياء الذكاء فيها بتحول لعملية سيرج، حل المشكلة عشان يصير فيها ذكاء بتحول لعملية سيرج. هلا اللي بدي اقوله انه مش دائما انه هاي قصة الجول موجودة. مرات في too many goals too many states إنجاز التعبير، يعني كيف أقولكم، يعني هاي واضحة إنه في states في الجيم، في states في العملية السيرش من هون للبست إيسترين هاي برضو فيها state بدك تدور من state لstate. بس مرات أصلاً الإشي مش هالكل أنت تقدر تحسه في عملية السيرش، يعني في كثير بتكون باراميترز حواليك وكثير بدك تاخذها بعين الاعتبار، ما بتقدرش مرات ما في حل. فبنقول مرات ان ماني اوبتمايزيشن بروبلمز ذا باث اوف ذا جول از نوت ايفن ريليفنت، يعني ما فيش باث، احنا ما بدنا اصلا باث، احنا بدنا بيتر سيتويشن. يعني مرات تلعب جيمز انت بدك جاست تو امبروف يور سيلف، مش بدك باث معين تسويه، صح؟ التشيس لا، التشيس واضح انها تعملي سيرش وفي باث عشان تقدر تلعب، صح؟ لا لسه في اكثر من باراميتر. ستيت سبيس اوف كومبليت كونفيجريشن، انا سيت اوف كومبليت كونفيجريشن كنا فايند كونفيجريشن ساتيسفاين كونستريتس زي الان كوينز. هلا بنشوف كيف. هلا اللي بدي اقوله انه في زي في نوع من الالجوريثمز بنسميها لوكال سيرش الجوريثمز. في عندي صوره ولا في عندي بدي هاي الصوره برجع عليها اخر شوي. بس مرات انت بدك تحسن موقعك، ما بدك تروح على الجلوبال ماكسيمم، مرات بدك تروح على ايش؟ على لوكال ماكسيمم. يعني لانه في مشاكل يعني ضخمه كثيره مش ممكن حسابها كلها في عمليه انت ايش؟ عمليه تحسين. هيك على فكره الاستيمنج يا الاشياء اللي في الناتشرال لانجوج بروسيسنج، يعني انتم ما بتدوروا على بيست كيسز، مرات عمليه تحسين بنسميها اللوكال سيرش. حساب حتى اركو بيست، يعني انه فيش بيست اصلا، مش راح اوصل 100% لو شو ما اعمل، يعني بس نص بيشت زي ما تقول لغات، يعني مستحيل بس نص غير العربي برضه. يعني في مشاكل كل عمليه الذكاء فيها والحساب والسيرش فيها ما مش ممكن اصلا انك تقدر توصل فيها لشيء اسمه بيست سوليوشن او جول، حتى هي عملية تحسينات. فيعني uses little memory، مرات الميموري لها حق، يعني لها دور. find reasonable plausible solutions in a large وايش كمان infinite spaces. فاللوكال سيرش اللي بدي اقوله انك إيه، خلينا بديش اقرا القراءه هون، انتوا بتقراوا التفاصيل، انا يعني بديش اقرا التفاصيل، انت اسرع كثير. انت عمليا بتنقل حالك من حاله لحاله، هاي الحاله يعني مرات انت بتكون حتى باوندد بالذاكره في تايم، تنقل حالك تحسن وضعك ضمن وقت معين، ضمن سبيس معين وبس. هاي بنسميها هون اللوكال، يعني start from a candidate solution and then iteratively move to a neighboring solution. فتجيب لي بس الشاحن اللي خليك محطوط في لابتوب جوا. هاي العملية هلا، وهي هذا النوع من الالجوريثمز بنسميه local search algorithms. هاي ف you terminate. خلينا نقرأ النقطة الأولى.
if every candidate solution has more than one neighbor solution, the choice of which one to move is taken using only information about the solutions in the neighborhood of the current one. انك بس انت بتفكر كيف بتروح هون بتروح هون، ما بتفكر جلوبالي. ما في ما مش تقولوا في جول وبدي رايح عليه. ما بنفكر على جلوبال ايفالويشن، احنا بنعمل على لوكال ايفالويشن. انا احسن لو اروح هون ولا اروح هون؟ لا ها بس هي ممكن ضلالي، هلا بنشوف. بس اهم شيء انه احنا مرات بنترمينيت اون ا تايم باوند or if the situation is not improved after number of steps. هاي طبيعة الالجوريثمز اللي زي هيك شو مالها؟ هي مش كومبليت، اكيد مش كومبليت، لانها بس بتفكر محليا. زي هاي المثال هذا شو هو؟ في لعبة اسمها الـ 8 كوينز. ها؟ 8 حف الله 8 كوينز. N كوينز. سوري N كوينز. شو الـ N كوين؟ منو بيعرفها؟ انا على فكره انا يعني اسوء انسان في الجيمز، انا لا اعرف لا عمر بهات لعبت ولا لعبي ولا بحب العب على عيب. ف هي ايش بتساوي؟ ما كلنا بنقدر نقتل بعض، انه مش لازم تبكى. يعني بوت ان كوينز اون ان ضرب ان بورد. ها عندك مثلا هاي 1 2 3 4 4 ب 4 يعني معناته في 4 8 صح زي ما انت حكيت 8 كوينز. 4 16 موكب بس 4 كوينز 4 كوينز with no two queens on the same row column or diagonal. يعني مش لازم تبكي، يبكي اثنين هيك او هيك او هيك. حلها هلا شو بدك تساوي؟ يلا فكروا فيها. لو نزلناها بضرب مع شيء؟ لا نزلهم اثنين انت. لا لا انزل واحد وارفع واحد من الدايجونالز هذول. بالضبط. هذا انك شايفها كلها، الكمبيوتر بيكون بكاش شايف كل هاي الحاله. ايوه اوكي، انت بدك تحلها يا مانيوال يعني. هلا موف ا كوين تو ريديوس نمبر اوف كونفليكتس. عمليا هي شوف وين في كومبليكس قديش نمبر اوف كونفليكتس. هون اتش 5 هون اتش، راح نفكر احنا هيوريستكس ما هون اتش 5 هون اتش 2 هون اتش 0 الى اخره. هلا هاي هاي وضع يعني كير بيورجينا انه كيف هاي اسمها هيل كلايمبنج سيرش، هو نوع من انواع اللوكال سيرش الجوريثمز. انك انت هون وين تروح؟ على اقرب طلعة. هو المفروض تيجي هون. بس شو بعرفني؟ فمرات مرات يبقى بحد نت صغير، لو اطلعها بكون احسن، يعني لو اخسر حركتين ثلاث بعدين بصير اطلع، بس ما انا ما بكاش شايف. فهاي مثلا ايش؟ اضطريت انا اطلع على هاي بنسميها اللوكال ماكسيموم، بس الجلوبال ماكسيموم هون صح؟ بس فلان كنت بتهمنيش الجلوبال ماكسيموم. بتهمنيش؟ بتهمنيش. Well, بعرفش، بس اللي بقوله بقدرش افتي انا 100% لاني بعرفش بس اللي بقوله انه في كثير حالات عمليه هي عمليه امبروف يور سيتويشن ويذن تايم ليميتس. لا خلصنا هذا، في اشياء بتكرهوها دكتور. لا 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 هو هي الاشياء عادة انا ما بشرحش يعني لهون بوقف. بس بتقرأوا افضل الجينيتك الجوريثمز هيك، بس فكرة الجينيتك الجوريثمز هي زي ما بتشوفوا هون. حطيت انا شو سويت لكل بورد من هذول، لكل يعني موقع عملت ايش؟ اتش اف وي موف ا كوين ان اتش كروس باوندينج كولوم. هلا مثلا هون اتش نمبر اوف بيرز اوف كوينز ذات ار اتاكينج ايتش اذر، ها ايذر دايركتلي اور اندايركتلي. طيب في شيء اسمه سيميوليتد انيلينج، الافكار كلها هاي قريبه. بتقراوا الجينيتك الجوريثمز، بس اللي بوصيكم عليه شغله انه الجينيتك مش يعني احنا هون بنشتغل في البيولوجي.
نو هي فكرة كيف أنا بقى أنا هاي أكثر برضو بفهمش فيها الدي إن تي أنا بفهم في الكروموسومات إنه في عملية توارث وفي انقسام. فلما تكون عندي مشاكل مرات هنا بنسميه فيتنس فانكشن مش هيرستيك فانكشن. في فيتنس فانكشن لو بدي ألعب هاي اللعبة باستعمال الجينيتيك ألغوريثمز وكأني بمثل الوضع اللي أنا فيه بأرقام مرات في زيرو واحد وبصير أنا لا أقسم كيف الكروموزومات الميوتيشن تغيير الوراثي بتغير شغلي وبتعمل الكود كمان مرة بتغير كمان شغلة خلاص هاي عسام مش إذا ما حدش فيه ما عسام قبل ما بدي بس بدي قبل ما تروحوا يعني بدي أسألش عنها بس طلع الهوم ورك شيء أخذتوا أراضي رومانيا هاي أراضي رومانيا إحنا ليش نعمل أمثلتنا على أراضي رومانيا بوخارست ليش ما نعمل أمثلتنا ويا على وين رام الله هاي رام الله هي فلسطين فلسطين كلها واضح الكلام انا لن اعترف الا من البحر الى النهر ولا الفيديو يسجل ولا اعترف عليك تاخذ بدي بس منك 20 تاونز ولازم جيروزاليم تبقى فيه قريه مدينه اي قريه مدينه يعني حط الاشياء الرئيسيه الرئيسيه الستريت القريبي بدك تعمل ثلاث القريبي والاستا والار بي اس اف الجوريثمز بتوين التاون انت بتختارها ممنوع الواحد يبقى زي الثاني وايش وبيرزيت العام بك طالب منهم بيت لحم واللي قبلها بك طالب القدس يمكن هلا استيميت the straight line distance between these towns شو بالضبط تيجي تساوي بتروح على الجوجل مابس تحط الصوره قدام هاي الساتلايت واعمل نقطة على كل مدينة صح؟ يعني جيب الماب اعمل سكرين شوت حطها في الباوربوينت السكرين شوت حطها في الباوربوينت بعدين شو سوي؟ حط نقطة على كل مدينة هاي لاير فوق الخارطة صح؟ وحط خطوط بين ايش؟ النقاط اللي سويتها بعدين امحى الخارطة صارت رسمة صارت ايش؟ خارطة شوارع يعني لاينز بين المدن صح ولا لا؟ طيب كيدك تقول ستريت لاين كيدك تحسب الديستانس بين هاي المدينة وهاي المدينة بجوجل مابس تلقاها ايش كل الطلاب ستريت لاين ديستانس رسمتها لا ما هو في نقطة نقطة موجودة في جوجل ايرث هاي النقطة على طول بتبين على طول بتبين على طول بتبين هيك على طول بس تسحبي خط بس تسحبي خط بدي ترسموا لي اياها ترسموا لي يعني هاي تقريبا مش شرط بديها صغيري بدي اياها صغيري يعني انا بصراحه بدي اورجيكم شو سوى لي مره رامي حضروا دائما بعطيه امثله للطلاب انا في رامي هنا ايوه شايفين شو سوى حيفا لجيروزاليم ها وهي حسبهم وحط هاي الاشياء وانا لازم تعملوا ليها هيك بالضبط نفس الآن عشان اعرف ادرسها انا هعطيكم هاي بدي بالضبط مش تحط لي الوان ثانيه مش تحط لي هاي كبيره مش هاي تبكى مش حط هاي هون حتى تسعش بدي بالضبط زي ما انا بدرس هاي هون بالضبط وكانكم بتفكروا حالكم ايش باراضي بوخارست ها تعال شايفين هاي الاستار شفتوا كيف بحسب وهاي ايش الار بي اف اس حسبها كلها اوريجن فهمتوا علي؟ فهمت باوربوينت مش
ها؟ باوربوين، تعلموا باوربوين. ولا أسهل منها. ولا أسهل منها. طب اللي بيعرف يحكي هلا، هاي شو بدكم تساووا؟ شو بدكم تساووا؟ بدي تحسبوا لي بعد ما تخلي هنا استيميت ذا ستريت لاين ديستانس، لازم تكون يعني استيميشن حقيقيه على الخط، على الخط مش من عندكم الارقام. بتوين ذيس تو تاونز يوزنج جوجل ايرث بروفايد، هلا بروف سوري ثيوريتيكلي اند باي اكزامبل، اللي شفتوه انتم باي اكزامبل صح، ذات يور استيميشن از كونسيستنت اند ادميسبل اند ذات ذا اوبتيند باث از اوبتيمال. على الثلاثه الجوريزم هذول بعدين بعد ما تخلص over estimate the distance and prove theoretically and by example that the obtained path to beer zed is not optimal. هلا عشان ما تغلطوش نفس الغلطات، لان هاي بشف عليها علامات، واحد حط لي تل أفيف، شو حط له في عصام هذا بسكت في المادة. ليش؟ عشان هالمدينة؟ هذا الربيع الوطني مطلوب. اه شو حتى اورشليم. يورشلايم. اورشلايم، فهمتوا علي؟ ف يو ابلود تودي لي على تاج، اوعى تودي لي ايميل، انا اوعى تودي لي ايميل بكره يعني عن جد بزعل، اوعى تودي لي دايركت ايميلز او على هاي الاشياء، بحبش الهوم ووركس والمواد ويجيني ايميلات، بيصير كل يوم 200 300 ايميل وبكفيني. Your solution should be clear and with animations using PowerPoint. Each student should select different towns, whole Palestine. لازم يعني ممنوع يبقى بس بالضفة الغربية، ما يسمى الضفة الغربية وما يسمى قطاع غزة. كله لازم. دكتور بدك نسلمك اياه بس. Don't send by email, only with that. اسم الفايل طلعوا كيف؟ اسم الفايل لازم أول شيء AA مثلا I عنده 12 هسه صح؟ Advanced AI. هاي غيرها عشان ايوه Advanced AI يعني انو سنة؟ 2012 سيرش رقم حضره مثلا سمر كذا دوت الفيرجن مش تحط راحوا في طلاب كلهم ادوا لي 52 فيرجن 52 عن جد في ناس هيك هاي يعني الصوت بسجلها عشان تفهموا حسب انت الفيرجن تبعتك هاي يعني عشان بدلاش عشان انت ما تتخربشش دوت بي بي تي بي تي تي سبيلينج اسماء المدن بدك تحطها هون حتتوجد مشكله فيش اسماء مدن ستاندرد وكانه اللي موجوده بجوجل حاول تستعمل اللي بجوجل بس اللي بجوجل تسميات ايه اسرائيليه حاول تبحث عن التسميات العربيه والسبيلينج تبعها مش تكتبه من عندك زي مثلا ليد لا رام الله بتنكتب بطريقتين ثلاث بس في ستاندرد لها طب زناب فيها ايش شو فيها زناب دوروا في الويكيبيديا لا زناب داخل بس الضفه الغربيه وغزه في 11 ايام بتسلموا دكتور بس نسلم باور شوي على فكره اذا سويتوه اسمعوا كيف شوي هذا هاي الفكره كلها ولا الهوم ورك بعدها بتنساش احنا رحيم ما هو خلص وكانه درست اضطريت تدرس الالجوريثم وطبقتي وزبطتي شو ضل ولا شيء طيب 11 يوم طيب سريع لا عشان دكتور بس سلبك باور بوينت بس بعطيكم انا تبع رامي هذا كمان ذكروني اذا نسيت اعطيكم اياه تبع رامي بعطيكم اياه ماشي يا شباب ماشي بس بعت لنا اياه انت بعت لكم